أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تبحث سبل تأمين الانسحاب الكامل لقواتها من أفغانستان بالتنسيق مع حلف الناتو. أوضح بلينكين خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن القوات الأمريكية حققت أهدافها من التدخل العسكري في أفغانستان، وأضاف بأنه قد حان الوقت لسحب القوات. يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات بعدما أعلنت واشنطن عزمها سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. وزارة الخارجية الألمانية قالت في بيان إن المحور الرئيسي للمحادثات هو أفغانستان، والقضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها هي التطورات الحالية على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران. طالب البرلمان الأفغاني واشنطن بمراجعة توجهها لسحب قواتها من البلاد في سبتمبر المقبل. من جانبه قال رئيس البرلمان الأفغاني مير رحماني قال إن انسحاب القوات الأمريكية قبل إحلال السلام مع حركة طالبان سيؤدي إلى انهيار الحكومة وإلى نشوب حرب أهلية على حد تعبيره. كما دعا البرلمان الأفغاني الإدارة الأمريكية إلى ربط خطوة الانسحاب بمستجدات الأوضاع في البلاد. حول هذا الموضوع معنا من كابول عبر الأقمار الصناعية الدكتور فضل الهادي، أهلا بك معنا، الكاتب السياسي وأستاذ القانون في جامعة السلام الأفغانية. أهلا بك معنا أستاذ أو دكتور فضل الهادي والزين. دكتور فضل، هل من تبعات للقرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان في سبتمبر عوضا عن شهر مايو كما كان مقررا، هل من تبعات لذلك على عملية السلام الجارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الإعلان الأمريكي بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في شهر سبتمبر المقبل طبعا له تبعات. أول هذه التبعات أنه تسريع عملية السلام المصالحة الأفغانية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع سحب قواتها حسب اتفاقية دوحة، فلا تستطيع، ولذلك هي مضطرة لتأجيل سحب القوات. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن تدخل محادثات مع حركة طالبان، لأن حركة طالبان تريد أن تدخل مباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمديد بقاء قواتها في أفغانستان، لأن اتفاقية الدوحة تنص على سحب القوات الأمريكية في بداية مايو. فإذا القوات الأمريكية أرادت البقاء في أفغانستان فلا بد أن يتم هذا البقاء من خلال المحادثات مع حركة طالبان. وطبعا حركة طالبان ستطالب الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الامتيازات، منها رفع أسماء قادة طالبان حركة طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة، وأيضا تسريح إطلاق سراح سجناء طالبان، وأيضا أخذ تضمين من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستسحب قواتها خلال 6 أشهر. وطبعا بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من حركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر حتى تتم وضع أرضية للمصالحة الأفغانية. طيب، تأثير هذا الإعلان الأمريكي الآن على الموقف التفاوضي لكل طرف كيف سيؤثر؟ طبعا حركة طالبان ستكون في موقف، يعني هو في موقف قوي في المحادثات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حسب اتفاقية الدوحة عليها سحب قواتها. فإذا هي أرادت أن تؤجل سحب القوات لا بد أن يتم ذلك بناء على اتفاقية أخرى مع حركة طالبان، وهذا ما يجعل حركة طالبان في موضع تفاوضي قوي، يعني ستحاول الحصول على بعض المكاسب كما ذكرنا. وطبعا وأيضا هذا سيوفر الأرضية للمحادثات الأفغانية المصالحة الأفغانية حتى تمضي قدما،
وفي النهاية تنتج فترة انتقالية لإحلال السلام في أفغانستان، وهذا طبعا يستلزم وقف إطلاق النار الذي تصر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور، لكن يعني مرحلة انسحاب القوات الأجنبية، يعني فيما بعد ذلك، هل الحكومة الأفغانية قادرة على تدبير المرحلة، قادرة على استتباب الأمن عند انسحاب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية ككل من البلاد؟ والله هذا من الصعب، لأن كل التحليلات العسكرية والسياسية تشير بأن الحكومة الأفغانية في الوضع الراهن لا تستطيع الصمود والبقاء أمام هجمات حركة طالبان، لأنه لو تم التصعيد في الوضع العسكري في أفغانستان وكثرت الهجمات، فبالتالي أن الحكومة الأفغانية لأنها هي تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو في من الناحية الاقتصادية والدعم العسكري، فبالتالي من الصعب الصمود الحكومة الأفغانية في وجه هجمات حركة طالبان، ولذلك وطبعا هذا من المحتمل أيضا، من احتمال قوي جدا إذا استمرت الهجمات وإذا تم تصعيد الوضع العسكري، هذا من المحتمل أن تؤدي إلى انهيار النظام بالكامل، وبالتالي هذا ستدخل أفغانستان إلى نفق مظلم خطير جدا، يعني قد تكون هذا أسوأ من التسعينات الماضي، وبالتالي الكل يحاول أن استدراك الموقف واتخاذ المضي قدما في نحو المحادثات الأفغانية المرتقبة في تركيا في إسطنبول، حتى يجنب سقوط النظام في أفغانستان وتسعيد الوضع العسكري وبالتالي استمرار الحرب في أفغانستان. فالكل حاليا يحاولون السير في هذا الاتجاه. أشكركم جزيلا على هذه المداخلة. معنا الدكتور فضل الهادي والزين، الكاتب السياسي وأستاذ القانون في جامعة السلام الأفغانية، كنت معنا من كابول. سنوات على الحرب الأمريكية في أفغانستان، صحيفة الواشنطن بوست سلطت الضوء على إرث الحرب التي استمرت لسنوات. أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن الإرث السهل والواضح والحتمي لحرب أمريكا التي استمرت عقدين من الزمن في أفغانستان هو الاعتراف بوجود حدود للقوة العسكرية الأمريكية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغيير الثقافة والسياسة الداخلية للدول الأخرى. وأضافت الصحيفة أن الحرب الأمريكية في أفغانستان لم تظهر الفرص الضائعة والأخطاء الفادحة وبعض النجاحات التي حققتها أطول حرب في التاريخ الأمريكي. كما أشارت واشنطن بوست إلى أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. وتقول الصحيفة إن حركة طالبان التي كانت تعتبر تهديدا إرهابيا يجب القضاء عليه سوف تلعب قريبا دورا أكبر بكثير في الحكومة الأفغانية المستقبلية، خلافا لما كان المسؤولون الأمريكيون يفكرون فيه عندما بدأت الحرب. وفي هذه الأيام تقول صحيفة واشنطن بوست إن معظم كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين يميلون إلى تجاهل الحرب في أفغانستان داخل البنتاغون، مع التركيز على منافسة القوى العظمى والصراعات المحتملة مع الصين أو روسيا.